اهلا وسهلا فيكم من جديد بمطبخنا، مطبخ رؤيا، واكيد مع شيف نضال البريحي. وانضمت لنا هلا ضيفه عزيزه وغاليه، هي مش ضيفه، هي من اهل البيت، طول عمرها مع رؤيا وسنين مع رؤيا، وبتقدم احلى الفقرات الزراعيه ودائما ايديها خضراء زي ما بيقولوا. واللي ايديها خضراء ما في احلى منه. 100% يعني مقدمه رائعه، ايديها خضراء. كيف والله، حياتي مهندس يا رنا سهلا، ما في احلى من الايد الخضراء. واليوم حبيبتنا وصديقتنا وزميلتنا امل القيمري رح تكون معنا بعد شوي صغيرة طبعاً اليوم. طيب بعد شوي رح تكون معنا، لأنه اليوم رح تعلمنا كيف نزرع بقدونس، وكمان رح تعلمنا كيف، وجايبالنا هيك عرق نعنع حلو. هيو هذا العرق النعنع على جنبي. بالله يا عبد الله خذ لي هيك عرق النعنع هذا، أنا بعشق النعنع مبدئياً، يعني بحب النعنع. نعنع من أجمل الأعشاب. وبعدين شو غنوا له؟ يبتع النعنع يا منعنع، وهذا النعنع. بس الشاي ثقيلة وحلوة. مع نعنع. مع عرق نعنع. ونعناع الجنين. وجنبه جبنة بيضة. وشوي زيت وزعتر. في أسكى. يا سلام، ما في أسكى من هيك. فهي معانا يبتع النعنع يمنع. هيا ها، جايبالنا النعنع. صباح الخير. صباح الورد. كيفك حبيبتي؟ يعني أنا بصراحة كأني أول مرة بطلع على الشاشة. لا ليه، كثير مبسوطة إني معك ومع الشيف. وإحنا مبسوطين يا مهندسة، يعني حظي جداً مبسوطين كثير حلو والله. وطبعا تحياتي لسمير ولكل الشفات، شف غادة، شف ديما، وكل أكيد حدا طبعا نسلم عليهم كلهم. سلمى زوايدة للكل. يعني أنتوا بتجننوا، فريق رائع، ومع الحضر كنت كتير متابعتكم، فكتير كان إشي رائع. يا هلا بيك مهندس، نوري. أما دائما أنت أصلا بتتابعينا، وبنكون مبسوطين بمتابعتك، ودائما تبعتين لنا وبتشاركي معنا. أنتوا متميزين. حبيبي أنتوا متميزين. تسلمي يا رب. اليوم يمكن هاي الفقرة زي ما بيقولوا وليدة الظروف. صحيح، لأنه نحن يعني بالفترة اللي مرقت كلنا حسينا أنه كان لازم يكون عندي أنا أور نعناع، أور ريحان، أور بندورة، أور. والله مش غلط، كلنا افتقدنا أنه يكون عندي هذا الإشي في بيتي. إشي أخضر هيك بالبيت، إشي أخضر ببيتي يعني أقدر أكل منه نظيف وسقاية إيدي وزراعة إيدي. بس الكل يمكن في ناس ما بتعرف تعمل هيك. فأنتي اليوم أمولة معانا اليوم لحتى تعلمينا. صح. كيف أنا إذا عندي فرندا، بلاش فرندا، شباك المطبخ، شباك المطبخ اقدر اسعى عليه زي هذا الأوار. شايفين الأوار هذا المستطيل، هذا على شباك المطبخ، ما لنا حجه. صح صح شيف، يعني الشاي بغلي بتقطفي منها الشباك وبتحطي بها الشاي. هذا مش احلى من هيك. احكي لك روان صدقا، مش انا بزرع. انا عندي عباب العماره في أوار نعناع. حلو، حسيت فيه بهاي الفتره، يعني انا ما كنت منتبهت له. وكلنا على فكره في كثير اشياء قربنا منها، ومن ضمنها نباتات. صحيح، فكتير إحساس حلو زي ما تفضلتي إنه أقدر أقص وأحط بكاسة الشاي. يا سلام، يعني هاي نعمة. هلأ الفكرة من الموضوع برضه نشجع على الزراعة. صح، ما رح أقول زراعة زينة، خلينا على زراعة الخضرة. صح، إشي نستفيد منه، إشي ناكله. صح، كتير الشعور رائع. صح، يعني حبة من عندك، وأنت روان بتزرعي. الحمد لله. يعني عرق الأخضر يعني تاكله من عندك كتير. يا سلام، نظافة، فريش، بتحس بيه شكله حلو. على الأقل فيش كيميكال، خلاص تراب ومي. يعني عفواً أنت قطفته وحطيته بصح، عارف شو حالك. بالضبط، والله صح. طيب بين اليوم احنا انت جبتي لنا هذا عشان السلطه. وجه تحيه لاولادها. ضروري وجه لهم تحيه. ضروري، الله يخلي لكم الوالده، وانا كثير بحبكم وكل احترام لكم. فيصل، شكرا. وهيا، شكرا فيصل وهيا. يعني معقول رح تشوفي الشيف نضال واحنا ما نشوفه؟ حبيبي مين الثالث؟ فيصل وهيا. حكينا حموده. الله يرضى عليكم. الله يرضى عليكم فيصل وهيا وحموده. سلم عليهم. كلك ذوق، الله يخليك. طيب اليوم زي ما حكينا هذا النعنع على السلطه انت جايبتيه عشان الشيف نضال يستعمله السلطه. ولكن اليوم نتعلم نزرع بقدونس، والبقدونس تبوله سلطات، بنحط اوجه الاكله. يعني ولا لا شايف البقدونس كونه هذا النعنع لي. يعني بعد اذنكم انا بعد اذنكم بدي اروح عشان بس هو جاهز. مشان بدي اغسله. شكلنا رح نشوف. يعني شوف نعنع، شوف ما احلى الورق. مشان بدي اغسله. ما احلى الشيء. انا قلت لك شكلها على فكره الريحه. الريحه شوف، صورها صوره هلا للنعنعات. شوفي روعه. بدي اغسلهم مشان اجهزهم للسلطه. يلا موافقين. امل ايش نعمل اليوم؟ هلا شوفي روان، احنا اول شيء بدنا نحكي انه لما نقرر نزرع خضره أول إشي ما نعرف التوقيت. صح، هل توقيتي بناسب إني أزرع؟ هلأ بالصيف معروف البقدونس، الروكا اللي هي الجرجير، الفجل، هاي الأشياء بقدر أزرعها، وخاصة. صحيح، الورقية 100%. زعتر، نعنع، ميرمية، هدول أنا عندي بقدر دائمين بيضلوا عندي. عرفتي؟ فإحنا اليوم رح نحكي بعض النصائح كيف بدنا نزرع. أوكي. إحنا عنا أواويرنا. هلأ لما بدنا نزرع الأوار ألبس لك فوق إذا بتحبي، أنا جبت لك يوم إلك. أوكي. هلأ لما بدنا نزرع إحنا في البيت دايماً بدنا نحاول تربتنا طينية بتمسك على بعض كثير. فأي زراعة في البيت بنحب نخلط بالتربة الجاهزة اللي هي بيتموس مع تراب. سموها العلاكة،
يعني كثير قوي لما شفت يعني بسمعه بس مزبوط صح فعلا يعني شديدة كثير على الجذور بطريقة. مشان هيك احنا دائما بنقول بدنا نضيف اما سماد عضوي بالشتاء او بيتموس بالصيف على اساس تكون القواوير اخف. المخرج بيقول طلع الشيف مزارع. انا بزرع كل شيء دير بالك، انا بحب الزراعه وبحب ال مبين عبد الله بيطخ علي على فكره. وقبل الهوا من لما شفتها انت وروان روان قول يعني بعرف حكم ال بس يعني الشيف فعلا ببين اللي بحب الزراعه. والله بحب النباتات كثير والله. فاحنا بدنا نحاول نخلط عشان ما يصيروا تقال، خاصه اذا انا عندي ترس او عندي مثلا شباك ما بدي اتقل عليه، فبدنا نخلط افضل وللتهويه زي ما حكى الشيف. صحيح. هلا قوار موجود عندي بالبيت عادي، مش ضروري يكون غالي، سطل بتاع سطل بلاستيك سطل حليب اللي عندكم اي شيء يعني مش ضروري انخزق مع الوقت بيسرب مي، لانه دائما لازم يفضل بالقواوير هاي النقطه الثانيه يكون مفتح لحتى لحتى يصير في درينج تنزل المي الزايده ما يتعفن عندي النبات. تمام. هلا انا جبت معي بذور بقدونس. هلا راح اورجيكي حجمها. والله خلينا نحطها على ورقه هون هندسه بعدين بدنا نورجيهم اياها. شوفوها لانه انا ما عندي غيرها، خليها نحطها هون. هي هي عبد الله هاي بذره البقدونس. هلا وين الصعوبه؟ بسم الله. الصعوبه انه احنا قديش قادرين نوزع هاي البذور بانتظام في القوار. هون هون الصح، هون التكتيك. هلا اذا ايدينا ماخذه على الموضوع وبنقدر نحط فاين، ما قدرنا اللي بدنا نعمله رح نجيب ترابة أو بيتموس ونخلط نخلطهم مع بعض مع بعض. أيوة. بتصير كمية أكبر. بالضبط، بتصير أنت بتعمل انتشار بس بطريقة أنت عارفة أنه هلأ في تراب بين كل بذرة والثانية. طبعاً بتقدري الكمية، يمكن زدتها هون شوي بس البقدونس أصلاً مش غلط لو زاد، بيطلع بيطلع عروق بقدونس أوكي. أكثر. هلأ إحنا حطينا نضرب ضربة خفيفة، بعرفش إذا عم بطلع ضربة خفيفة على تربتنا. طبعا هذا متاكد انه ايوه والله هلا طبعاً. حتى بالارض حتى بالارض ممكن بالمشط الحديد نضرب بهالطريقه هيك. انا شو عملت؟ خليتها تنزل شوي، تنزل شوي. احنا ما بدنا اياها تنزل كثير، احنا بدنا بس لا اذا نزلت كثير ممكن ما تطلع. ترى هذا الموضوع كثير مهم، كثير مهم العمق لوين نازله. أوكي. وعلى السطح برضه ممكن ما تطلع، فبجيب تربتي اللي فوق اللي هي برضه مخلوطه خفيفه جدا، خفيفه لانه دائما واضح انه الشيف متمرس. والله بزرع على فكره، راح اخذ هذولي البزرات بعد اذنك. لا طبعا نزيد لك اياهم شوي، لمعون تزرعهم بالبيت. لا بنزيد لك اياهم شوي. واسمعي زي ايام زمان، شوفي زي الدكان لما اعطيني بشيل الملح ليمون يعطيك هيك، يعطيك هيك يقول هي ورقه صحيح يا عبد الله، اعطيني ورقه ويلف لك اياها وصلى الله وبارك. قضابي قضابي صفراء. ايوه بس هذه بقدونس، هاي رح تضل. اوكي هلا بعدين بعد ما زرعنا وتاكدنا انه بذرنا تغطى، بس هون ملاحظه، هذا الحكي بصير بالقوار وبصير بالارض. بس بالارض لما اذا عندي ارض حابة أزرعها بدنا نحاول نحاوط الحوض نعمل له زي حفة حوض حتى حوض. لما نسقي ما تطلع المي لبرا، احنا عارفين بس البعض مرات يعني بتكون حلو. وفي ناس مش غايبة عنه نقاط معينة يعني، وفي ناس طبعًا مش عارف، فهي زي كتف خلينا نقول عشان ما تسحلش المي لبرا. أيوة نكتف التراب شوي. بالضبط. هلأ لسقاية، وهذا الموضوع كثير مهم، هذا هو اللي بيغلطوا فيه اغلب الناس. هلا انا ما بجيب البربيش، بجيب البربيش وببلش وقف هيك وبصير يرش على هذا، بكوم البذر كل الدنيا، مش بس بغرق، بكوم البذر على كل فشارة واحدة. الحوض صح مزبوط كلامك. ولما يطلع بقول لك اوف ليش، طب ما انا وزعت البذر ليش طالع هون؟ طب ما هو اصلا المي اخذتهم في البدايه، بالذات بده يكون رشاش. حلو، رشاش رشاش افضل للي خاصه اللي مش متمرس. هلا اللي بيعرف والشيف اكيد بيعرف، بقدر انا احط ايدي على البربيش زي ارشاش وصير بخ، لكن قديش انا قادره اعمل هاي العمليه بتقرر حسب خبرتي. حلو. طيب قد ايه كميه رشاش؟ المي قد ايه كميه المي؟ هلا بده مي كثير، بدايه ما لازم يعطش، بدايه ما يعني لازم يعني كل قد ايه نسقي؟ هلا بالصيف، هلا بده يزرع، بده يزرع بالصيف بيوم زي هيك كل يوم بسقي، يومي بدي اسقي رش على المغربي العصر على المغربيات، هذا موضوع كتير مهم. طبعا مغربيات اما الصبح الفجر مثلا اذا في او العصريات او اخر النهار على رواقه بسقي مغربيات بطريقه بلاش. يا عبد الله ما خبر انه النعنع اذا بتعطش واستعملته على الشاي بيكون طعمته رائعه؟ صح اذا رايحه عطش اليوم عشان اشوف صح ولا لا؟
عطشي يعني انا بدي احكي بطعم اكثر منك حتى لو حكيت زراعه بدي اكون اشطر منك. مش عاجبه عبد الله طعم الوصفات. لا هو غيران لانك تعرف كثير عشان غار زي ابوي بيقول عني. الله يخلي لك الحج يا عبد الله. امين يا رب. طيب كبروا الشتلات، كبروا البقدونسات، صرنا نشوف صحيح. نفس كمية المي اللي بدي أعطيها للبذر بدي أعطيها للنبتة. سبحان الله الشتلة بس تكبر ويصير لها جذر وكيان خلينا نقول بتصير قادرة إنها تمتص المي. أي شيء زي هيك يعني. حلو. هاي أنا على فكرة هي مش خربانة بس أنا صراحة خلعتها من الأرض لحتى نورجي مشاهدينا كيف البقدونس. هلا هذا بقدونس قصينا عنه مرتين او ثلاثه بس خلعتها بس نورجيهم انه بعد ما تطلع كيف ممكن تكون. حلو اوكي. هلا هي هاي لحالها ويمكن هذا حكي شوي نظري لكن احنا بنقدر نوصل لهي المرحله بكل بساطه عرفتي. بس برجع لسؤالك لانه مهم. لما تكبر الشتله بتصير قادره انها تمتص اكثر المي من الارض. حلو. فبتخف كمية المي اللي راح يعني منصير مش كل يوم كل قد ايه يعني هلا حسب الجو. المشكله انا بحبش اعطي موعد لانه كل جو مختلف لكن بالصيف احتمال بالحراره العاليه خاصه 7 و8 يوم بعد يوم يوم بعد يوم بدنا برضه حسب رش الموقع. امل برضه رش ما فيش شيء نحط البربيش ولا هلا بعديها لا بتقدري اذا كبرت ما بخوف. لا لا ما بخوف لانه بنكون حتى اخذنا على الوضع. حلو. بس دائما اذا بدنا نزرع الارض نصيحه احنا قلنا الاوار نخلط بيتموس. الارض أرض محتاجة دائماً لصيانة. ما في تربة مش منيحة طبعاً. بس في تربة بدها عناية والعناية بالسماد العضوي بالشتاء. بالشتاء لما أنت بتحطي سماد عضوي بالتراب بتحفظ لك رطوبة بالصيف. هذه هي الفكرة. يعني الأرض اللي ما فيها سماد عضوي بتساعد النبتة تاخد المغذيات. أوكي. بتساعد التربة أنها تحتفظ في المي أكثر. سبحان الله اللي ما عليها سماد عضوي تربة بتحسيها ناشفه ما لها يعني ما لها هيك كيان. فانت لما بتحطي السماد العضوي كثير بتريحي نباتاتك. يعني شو بدي اقول لك معلومات رائعه فقره رائعه الله. وانا عن جد بحب اللي زرعوا ابعثوا لنا الصور حتى نشوف عن جد يا ريت الكل يزرع حتى انا وشف رح نزرع بقدونس هي انا بدي اخذ انا خلص لا بدنا فعلا بطلب من المهندس طلب خاص رجاء انه تحكي لنا الحلقة القادمة عن النعنع اللي بنستخدمه احنا بالاكل مش النعنع الصغير. طيب حلو. النعنع الغذائي سوري جهزي حالك الريحان ريحان الاكل جهزت لك يا بالله عليك بس بدك تلبق لي عليه اكله عشان اجيبه خلص يوم السبت هاي انا اللي برجوك فيها اذا خلص ثلاثة انا اللي برجوك لانه كثير بصير خربطه بالريحان. يوم الثلاثاء القادم راح اعمل وصفه ايطاليه فيها ريحان ان شاء الله. شكرا لك جزيلا. شكرا مهندسه امل الجيمري نورتينا فعلا وخضرتي المكان بوجودك. والله انتوا اللي بتجنن حبيبتي. We'll be right back.